في نبأ عاجل، أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة مدوية عن تعاقد النادي الأهلي مع مصطفى فتحي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، أهلا بكم. في البداية ما تنساش عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس علشان توصلك كل أخبارنا الجديدة. كشف الإعلام الكبير الكابتن أحمد شوبير حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب التعاون السعودي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن حصول النادي الأهلي على توقيع اللاعب مصطفى فتحي، وسوف يتم الإعلان عن انضمامه رسميا إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيف القادم. وأكد الكابتن أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن ملف مصطفى فتحي غير مفتوح في الوقت الحالي في النادي الأهلي، وهو مغلق بشكل نهائي لحين الانتهاء من موسم الدوري السعودي. كما أوضح أنه في الوقت الحالي الدوري السعودي مشتعل جدا في الجولات الأخيرة، وهناك 10 أندية تتنافس على الهبوط في المسابقة المحلية، لذلك لم تحسم أي مفاوضات في الوقت الحالي قبل انتهاء الموسم الرياضي الحالي. كما أوضح أحمد شوبير إلى أن مصطفى فتحي لم يوقع على أي عقود مع النادي الأهلي، وأن اللاعب لديه تركيز كامل مع ناديه الحالي وهو نادي التعاون السعودي حتى نهاية الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية. وفي النهاية ما تنساش عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.